مشاهدينا وعودة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ومعنا مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر. يعني ليلى، ضعينا في آخر مستجدات نشاط الرئيس السيسي اليوم ببروكسل. نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب مشاركته في المؤتمر الصحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي السادسة، هذا المؤتمر الذي نظمته منظمة الصحة العالمية، تابعنا كلمته التي تحدث فيها عن امتنانه وتقديره للجهود المبذولة من أجل التوزيع العادل للقاحات ومن أجل دعم دول القارة الإفريقية في توفير التكنولوجيا المناسبة، تكنولوجيا mRNA، لتصنيع اللقاحات في البلدان الإفريقية، خاصة أنه كما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية عن الست دول التي ستتواجد بها هذه المراكز، مراكز تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، على رأسها مصر وجنوب إفريقيا وأيضا كينيا وتونس والسنغال ونيجيريا. كان هناك حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن هذا النوع من أنواع التشارك والتواصل بين الدول ووجود إرادة سياسية أدى إلى مثل هذه الشراكة والدعم المقدم للقارة الإفريقية. الرئيس عقب هذه الجلسة التي تابعناها في الصباح يجري الآن مجموعة من اللقاءات تبلغ 5 لقاءات، لم ترنا تفاصيل بشأن ما جاء فيها حتى الآن، وذلك قبل الجلسة الختامية التي سيقوم مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبار فرنسا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. في إطار الجلسات المختلفة المتواجدة في قمة اليوم، كما نعلم هذه القمة تختلف في شكل لها، فهي تعتمد على وجود موائد مستديرة، كل مائدة بيحضرها القادة تناقش موضوع من الموضوعات المطروحة، منها موضوعات السلم والأمن والإرهاب والتعليم وأيضا تمويل النمو. هذه الموضوعات طرحت، وكانت هناك مائدة مستديرة خاصة تتعلق بالإرهاب ومكافحته خاصة في منطقة الساحل والصحراء. هذه الجلسة أو المائدة المستديرة التي ناقشت تطورات الأوضاع في مالي خاصة مع انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من هناك، وكانت هناك دعوة لاجتماعات عاجلة للتباحث حول الشأن المالي ودعوة للقيادات في مالي الجلوس لطاولة المفاوضات وأيضا التوصل لحلول لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مع المطالبة بدعم من قبل الجهات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لهذه المنطقة تحديدا منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة لوجود جلسات أخرى أيضا في انتظار البيانات الخاصة بها لنعرف أهم ما جاء في كواليس هذه الجلسات أو الموائد المستديرة التي يشارك فيها جميع القادة المشاركون في هذه القمة الهامة، القادة الأفارقة والقادة الأوروبيون. نعم، مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.